السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، سنتحدث اليوم عن ترددات الأسياخ النحاسية وأوجه الاختلاف بين علماء هذا المجال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن الأسياخ النحاسية. كما تحدثنا مسبقا عن كيفية صنع الأسياخ النحاسية، كيفية إدخال الترددات، تحدثنا في فيديوهات سابقة عن هذه المعلومات. أولا قبل كل شيء، إن كنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة أسرار الطبيعة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. وأيضا لا تبخل علينا بتعليقاتكم حول الموضوع، حول الأسياخ النحاسية، للاستفادة أكثر في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليقاتكم. فالجميع يعلم ما هي استعمالات الأسياخ النحاسية، وهناك من يستعملها في البحث عن والتنقيب عن المياه الجوفية، وهذا أفضل، وهناك الكثير أو الأغلبية يبحث عن الذهب. كما سترون في هذا الفيديو الترددات، إن شاء الله اليوم سنتكلم عن اختلاف الترددات بين قوسين العلماء في هذا المجال. نحن ولله الحمد مبتدئين، ولا زلنا مبتدئين في هذا المجال. سوف نرى إن شاء الله تعالى، سوف نجد الاختلافات الموجودة في هذا العالم، عالم ترددات الأسياخ النحاسية. أولا، هناك من يدخل ترددات بالإبهام فوق السيخ، وهناك من يضرب برأس السيخ في الأرض لإدخال الترددات، وهنالك من يضرب برجله لكي يدخل الترددات، وهناك من يمسح على السيخ فوق في المنطقة 90 لإدخال الترددات. هناك اشتباكات عديدة في هذا المجال. وإن شاء الله تعالى كما سترون في الفيديو، كما ستشاهدون، هناك اختلاف كبير بين الترددات. هناك من يستعمل عدد الدري 2 في أحجار من صنع الإنسان كما يقول عبيد الإيمان، هناك دائما من يحاول أو كما يقول سيف الجزائري الضرب بمشط قدم، اثنان العدد الدري 2 لقياس العمق. وعريف الرمال يقول العدد الدري 2 هو للأحجار من صنع البشر، ثلاثة العدد الدري 3. هناك من يقول كما يقول عريف الرمال 3 هو ردم من صنع الإنسان. سيف الإسلام الجزائري لا يعترف بالرقم 3، لا يوجد في قاموسه. هناك اختلافات كبيرة في هذا المجال. وهناك أيضا من يحاول الاتصال بالسيخ عبر إشارات عديدة، كما هناك من يقول له إذا كان هناك كنز طر على اليمين أو دف إلى اليسار. مجال لا زلنا لحد الآن، أنا عامان وأنا أبحث في هذا المجال، لم أتوصل بعد إلى أي شيء في هذا المجال. مشاهدينا الكرام، إن كانت عندكم معلومات لمساعدتنا ولمساعدة الجمهور أو الباحثين أو المناقبين في هذا المجال، لا تبخل علينا بوضعها في تعليقاتكم ليستفيد الجميع إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، كان هذا الفيديو اليوم. كما قلت، لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس
ووضع تعليقاتكم سواء كانت في معلومات عن هذا الموضوع أو كذلك فقط للصلاة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر شيئا جميلا إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله تعالى. اليوم سنتحدث عن الأسياخ النحاسية. الأسياخ النحاسية وفا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله تعالى. نتكلم بالعربية بالدارجة، سنتكلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن الأسياخ النحاسية. كما يعلم الجميع، ريان الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله. اليوم سنتحدث عن الأسياخ النحاسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن الأسياخ النحاسية. كما يعرف الجميع، الأسياخ النحاسية لها عدة مزايا، منها من يبحث عن المياه الجوفية السلام عليكم أخوتي أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله تعالى. اليوم غادي نهضرو بالدارجة المغربية، غادي نهضرو على الأسياخ النحاسية. الجميع يعلم مدى فعالية الأسياخ النحاسية في تحديد العديد من الأشياء، خصوصا المياه الجوفية.